السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية. وأنتم تشاهدون هذا الفيديو، اليوم سأقدم لكم طارت رائعة بكريمة الشوكولاتة، يعني تستحق التجربة. وأيضا غادي نقدمها لكم بدون دقيق مصنع، فقط بمكونات بسيطة، وكتجي تحفة في المذاق والشكل ديالها. إن شاء الله نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. فبالنسبة للمقادير، سنحتاج لكأس ونصف من دقيق الأرز، وأيضا سنحتاج إلى كأس من نشا الذرة، سنحتاج أيضا إلى نصف كأس من السكر بودرة أو السكر الثقيل، بيضة واحدة تكون متوسطة الحجم وبدرجة حرارة المطبخ. أيضا سنحتاج لمئة غرام من الزبدة تكون أيضا لينة، وسنحتاج للقليل من الملح. هنايا عندي ايضا ملعقه صغيره من صمغ الغوار، او تقدروا تبدلوه بالصمغ العربي اذا متوفر عندكم. الا ما متوفرينش عندكم استغنيوا عنهم بالمره. هنايا بسم الله على بركه الله كناخذوا واحد الاناء ديال العمل، وكنفرغوا فيه جميع النواشف، يعني السكر ودقيق الارز ونشا الذره. كندير واحد ربع ملعقه من الملح، وكنضيف واحد ملعقه صغيره من صمغ الغوار. ايضا كنضيف الزبدة اللي كتكون لينة بدرجة حرارة المطبخ باش يسهل عليا ندخلها في داك الدقيق اللي عندي. كنحاول بالأصابع ديالي نرمل العجين جيدا على هذه الطريقة هذه. من بعد كنضيف البيضة، ودائما فقط بأطراف الأصابع، لأنك تعرفوا العجين المرمل كيكون بهذه الطريقة هذه، ما كنحاولوش نعجنه هكا. كنحاول نجمع العجين، وكما كتلاحظوا كيتجمع معايا بسهولة. من بعد كناخذ العجين بعد ما كيتجمع ليا، كناخذو كنوضعو في واحد البلاستيك غذائي، وكنوضعو لمدة ساعة في الثلاجة، ومن بعد كنحاول التبسيط ديالو فوق سطح العمل. هنايا بعد مرور ساعة من الوقت كناخذ يعني العجين، وكنوضعو بين بلاستيكين غذائيين باش يسهل عليا نبسطو وما نزيدش ليه الدقيق بهذه الطريقة هذه. وبالمساعدة ديال المدلك كنحاول نبسطو، يعني السمك ديالو ما خصوش يكون رقيق جدا، يعني السمك ديال واحد جوج حتى 3 مليمتر في السمك ديالو. وكتكون عندي هذيك الانيه ديال الفرن اللي غندير فيها لاطاخ، اللي دهنتها بالزبده ورشيتها بالنشا، تقدر ترشوها ايضا بدقيق الارز. وكنفرغها على هذه الطريقه هذه، وكنحاول نزع الحواشي بالمساعده ديال المدلك. والعجينه المتبقيه غادي ندير بها واحد التورته يعني صغيره. يمكن حتى هذا العجين هذا يعني ديروا فقط لي طارتوليت صغيورين، انا فضلت ندير وحده كبيره، واللي تبقى ليا غندير بها واحد لاطارت صغيره. كنتكا هكا بالشوكه، وكندخلها لفرن مسخن مسبقا، النار فقط من اسفل حتى كيبداو يتحمروا لينا الجوانب، وكنديروا عليها واحد جوج دقائق النار من الاعلى حتى كتحمر لنا وكتاخذ اللون الذهبي على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا كتجي ما شاء الله رائعه جدا، كاننا درناها بالدقيق المصنع. وهنايا هذيك لاطارتوليت اللي قلت لكم صغيره. ونمروا باش نديروا الكريمه. هنا بالنسبه للكريمه ديال الشوكولاته غادي نحتاجوا لها 4 ملاعق كبار من السكر، سنحتاج لها الى نصف لتر من الحليب البارد، وسنحتاج لكريم باتيسير شوكولاته. هذه يعني نوع جديد من الكريم باتيسير، وكتجي رائعه. اللي ما عندوش يدير فقط النشا ويضيف لها الكاكاو. هنايا في واحد الكاسرول غادي ناخذ الحليب، غادي نضيفوا ليه جميع المكونات اللي هي كريم باتيسير بذوق الشوكولاته، وايضا نضيفوا لها 4 ملاعق كبيره من السكر. نوضعوا هذا الخليط فوق النار حتى كنحصلوا على واحد الكريمه، يعني وراء الغليان كنبقاو نحركوا حتى كنحصلوا على واحد الكريمه متماسكه، وكنطفيو عليها النار. هنايا بعد ما بردات ليا لاباط غريزي او العجين المرمل ديالي، كنحاول هكا نفرغ عليه الكريمه بالتساوي، ومنساش يعني نخلي واحد الكميه على ديك لاطارت اللي بقات ليا. وكندخلها للثلاجه حتى كتبرد لينا جيدا، وكتماسك واحد المده ديال ساعتين، ومن بعد كنقدموها بالصحه والراحه، وكنزينوها بالمفضل عندنا.
وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت ديالنا. كما كتلاحظوا كتجي رائعه. انا زينت بالقليل من المكسرات اللي كانوا متوفرين عندي، ايضا تقدروا تخليوها ساده يعني ما ديروا فيها اي تزيين. كتجي رائعه جدا والمذاق ديالها، وايضا كتجي هذيك لاباط متماسكه. نتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، واكون دائما عند حسن ظنكم. نلتقي في فيديوهات جديده خاليه من الجلوتين. اترككم في امان الله، الى اللقاء.